ستظل سيرة أبونا فانوس نموذجاً مشرفاً للراهب المتفاني في عبادته، مفرطاً في حنانه للآخرين، فهو مثالاً لطيبة الله على الأرض وحنانه على الصغير والكبير. فهو لا يرد أي إنسان كان يطلب منه المشورة والإرشاد، ومن تواضعه كان يخاطب الصغير بكلمة عم فلان بمزيج من الحنان والعطف. حقا كان رجلا صالحا تقيا، راهبا أمينا لرسالته على الأرض، متمسكا بطريق سيده العظيم ملك الملوك ورب الأرباب يسوع المسيح، متخذا طريق البر والصلاة والوداعة منهجا له، مرتديا رداء العفة والطهارة ونقاء القلب. يظهر نقاء قلبه ووداعته على ملامح وجهه الطيبة. ولد في 5 إبريل 1929 بقرية دفش بالمنيا، وكان اسمه العلماني هارون الدفشي. اتجه إلى الرهبنة وهو ما زال حدثا صغيرا لم يتجاوز 15 عاما، وكان ذلك في عام 1944 ميلاديا. ونال بركة الرهبنة في سن 18، أي بعد دخول الدير بثلاثة أعوام كاملة، وكان هذا عام 1947 ميلاديا. كان أبونا فانوس قاسيا على نفسه بدرجة كبيرة، وكان بجانب أعماله وخدمته في الدير كان يلزم نفسه بعمل آخر أكثر شقاء وتعذيبا للجسد، وهو عمل قطع الحجارة، لما يحتويه هذا العمل من الجهد والمشقة. وكان هذا سببا للف يديه بقطعة من القماش. وعندما كان أحباؤه يأتون إليه بطعام بجوار طعام الدير، فكان يترك الطعام إلى أن يفسد وينظر إليه بعد فترة وجيزة كنوع من إذلال وكسر الشهوات بداخله. وقد نال درجة الكهنوت عام 1951، ثم رتبة القمصية عام 1960. وكان دؤوبا على مواصلة صلوات القداس الإلهي ولا يبتعد عن المذبح أبدا. كان أبونا فانوس ينتمي لأسرة بسيطة جدا تتكون من أخت تكبره بعام واحد اسمها مريم، وقد تنيحت في بتوليتها، وله أخت أخرى ثانية تنيحت قبل دخوله للدير، وله شقيق اسمه حنة قد انتقل في الثمانينات تاركا وراءه أبناء وبنات مباركين. ارتبط أبينا القديس روحيا بكل قديسي الكنيسة، على رأسهم والدة الإله القديسة العذراء مريم، ثم رئيس الملائكة ميخائيل، وقد اتخذ الأنبا بولا مثالا له وقدوة يحتذى بها في طريق خلاصه ومسيرته في الرهبنة. كان محبا للقطط، وكانت أنيسته في الدير عندما كان يتركونه الرهبان في الدير بمفرده، والخروج لقضاء حاجات الدير، فكان يهتم بالقطط كجزء من اهتمامه بالحيوانات، دليلا على رحمته وحنانه وعطفه. وكأي إنسان عادي فجسده مع تقدم العمر يتعرض للمرض والآلام، وقد أصيب بخشونة في القدمين أجبرته على ألا يتحرك إلا بكرسي متحرك، وكان هذا في آخر 10 أعوام من حياته على الأرض. ورغم آلامه وعجزه عن الحركة، إلا أنه لا يترك القداسات في حضور أبنائه الروحيين والأساقفة المكرمين من الكنيسة. رحل في 19 إبريل عن عمر يناهز 87 عاما بعد صراع مع المرض
لتبقى سيرته العطرة ونسكه عالقة في أذهان الناس، يودعوه الآلاف في ديره بالبكاء والنحيب على فراقه، ولكن سعداء بوجوده مع الأبرار في حضرة الملك. بركته تكون معانا، آمين.